السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نشوف واحد لوبسيون اللي ديالنا نفس ستيب 7 اللي هي الميمونتو دو كادونس. الوغ شنو هي الميمونتو دو كادونس؟ شنو هو الانتيغي ديال لوتيليزاسيون ديالها؟ فين ممكن اننا نستعملوها؟ بالنسبه للميمونتو دو كادونس هي واحد لوبسيون اللي كتعطينا اننا ندير واحد الكلينيونتمون بواحد الفريكونس اللي فاريابل لواحد البيت. كنافكتيو كنختار واحد لوكتيت في السي بي يو، كنديكلاريوها في السي بي يو، كتولي السي بي يو كتجينيغي لنا يعني دي فريكونس فاريابل. هاد لي فريكونس فاريابل بالنسبه للو بيت، يعني كل ما اختارينا لو بيت كل ما كتكون ديدي له واحد لا فريكونس لي سبيسيال داك البيت. لي بيت كيف ما كنعرفو كيمشيو من 0 حتى 7، ميم لي فريكونس كيمشيو من 0.5 حتى 10 هرتز. كيف ما غنشوفو فهاد لا فوتو قدامنا، عندنا بيت دوكتيت ميمونتو دو كادونس، يعني كناخدو هادو راه ماشي دوكتيت، هادي راه البيت، يعني .7, .6, .5, .4, .3, .2, .1, .0. يعني باغ اكزومبل غناخدو مثلا واحد واحد لوكتيت اللي هي مثلا 15، يعني الام 15، يعني لوكتيت 15 هي اللي غيكون فيها ميمونتو دو كادونس. وغاد 15 يعني كتمشي من 15.0 حتى 15.7. 15.0 كتعطينا واحد لا فريكونس ديال دي هرتز في الكليونت مون ديالها، يعني بلو رابيد على 0.7 اللي هي 0.5 هرتز. لي بيريود ديال امبولسيون كيكونوا 2 سكوند بالنسبة ل 7 و كنمشيو حتى 0.01. نرجعو للطيارة، هذا البروغرام اللي كنا درنا المرة الفايتة ديال لي ديماغاج، نخدمو به باش منربحوش هاد الوقت. أول حاجة كندخلو لي كونفيكوراسيون ديال السي بي يو، لي كونفيكوراسيون ديال زاباري، غنمشيو كونفيكوريو الميمونتو دو كادونس ديالنا. سمحو لي قاسني شوية البرد. هادي لا سي بي يو، كنمشيو لي بروبريتي ديال السي بي يو. كتشوفو هادي هي ميمونتو دو كادونس، كنلقاها في لوبسيون ديال جينيرال. الوغ ميمونتو دو كادونس باغ ديفو كتكون نو اكتيفي، حنا كنأكتيفيوها كنعطيونا لوكتيت. الوغ كاين غيسولني علاش غتصلح لنا هاد ميمونتو دو كادونس. هاد ميمونتو دو كادونس اول انتيغي ديالها هو انها كتخدم كوم جينيراتور دامبولسيون، اللي هو عندنا ال بي دبليو في ام، عندنا بزاف ديال جينيراتور دامبولسيون اللي ديجا انتيغري يعني في الطيار، كيكونوا بالنسبه ديال واحد لي سي بي يو، يعني كيكونوا دو هوت فريكونس. بحال باغ اكزومبل كتكون 1200، لوطومات 1200 فيها دي بي دبليو في ام ديالها وفيها دي بي تي او، من بعد ان شاء الله غنشوفوهم. وهنايا بغيت انا نكري واحد ميمونتو دو كادونس ديالي، غندير بها واحد جينيراتور دامبولسيون، كوموندي بها واحد سيرفو درايف، ولا نكوموندي بها باغ اكزومبل واحد توب لو مينو. لي توب لو مينو هما دوك لي توب اللي كتلقاو فوق لي ماشين فيهم الالوان، يعني خضر اورانج وصفر و با او كيكون احمر، ولا تلقى جوج الوان. ولا بغيتي مثلا فاش كنا ماشين ديماري يشعل بالخضر، بغيتي باش يكون ديفو يشعل، يعني بري الارم يشعل بالاورانج وبدا يسني با اكزومبل واحد لا فريكونس. ولا بغيتي تكوموندي واحد لا سيرين باش تكري دي زوديو، كيف ما كنشوفوا راه لي باف راه كيخدموا بدي طونسيون لا هوت فريكونس، الفاريوشن فريكونس هو اللي كيعطي داك الصوت اللي كنسمعوا. كيكون دي زالام اللي كتكون فيهم اون سيرين كتغوت، وحنا كنبدلو ديك لا فريكونس باش كنديرو جينيراتور دامبولسيون باش كتولي نكريو دي سو، يعني دي زالارم، كنردو دي زالارم سونور. دابا مثلا غنختارو لا ميموتو دو كادونس اللي هي 10. ديما انا كنبدل اي حاجه موديفيتا كنونغليست غير باش كنتفادى انني نخدم واحد البارتي كبيره في البروغرام ونرجع نبقى نقول لها مشات هادي ولا مشات هادي. نرجعو للديماغاج ديريكت اللي كنا درنا قبيله. انا نفترض اننا بغيت نديماري ديماغاج ديريكت وغندير مثلا اون فاي ديماري الموتور بدا يكري لي دي فريكونس، وناخذ دي بيت باش غنشوفوا لا فريكونس كيفاش كتبدل. غناخذ واحد 3 بيت ان شاء الله. هو الديماغاج ديريكت اللي كنا درنا المره فايته، نعطيو هادي بيت وهاد هذا غنحيدوه. مثلا بغيت اون فاي يكون الموتور خدام، واحد لا سورتي A0.A، انا مولف كنخدم A كولون 0.1. ديجا عندنا هادي، ندير حنس غنغنوميو لو فاريابل باش يبقى بيننا.
سورتي دو كليونتو هنا غنديروا الام 10.0 اللي قلنا الام 10.0 راه هي الهوت فريكونس. نعاودو نديرو وحده اخرى نديرو وحده اخرى كيو 0.4 الكيو 0.3 كيو 0.6 باش يجيو نحنا مرتبين. تاش تروا كاتر سانك و سيس نسميوها كلينو ديال دي هرتز. نعاودو نبدلو هاد السمية. هادي كلينيتمون ديال دي هرتز هي اللي قلنا بوان زيرو هي الكبيرة كيما كتشوفو في لافوطو هي كبيرة. وغناخدو مثلا بوان كات لي غتكون بوان تخوا لي غتكون دو هرتز. نديرو هادي بوان تخوا ام 10.3 نبدلو هاد السمية غنديرو كلين ديال قلنا دو هرتز غادي نديرو ديال 0.5 لي هادي ناخدو ديال بيت بوان سات هادو هما دي بيت. الوغ فاش يكون الموتور اكتيفي غنشوفو هادي هاد لا سورتي شنو كتعطينا وهادي شنو كتعطي وهادي شنو كتعطي. لا فريكونس زايده 10 د الهرتز يعني لا فيتاس ديال الفريكون ديال كنيوتمون زايده بزاف على هادي راه من 10 د الهرتز حتى 0.5 هرتز. ناكتيفيو السيميلاتور هنا فاش كنكتبي السيماتور في التيا كيعطيني اوتوماتيكمون يعطيني نشارجي بروغرام راسو يعني باغ ديفو كيتلونسا البروسيدور ديال الشارجومون يعني بلا ما ندير انا شارجي فيغ سي بي يو هو كياخد كلشي. غير هاد البارتي ربطو من البنش بارفوم كيتشارجا ناش كلشي كيتشارجاو لي زيرور يعني من الاحسن تعاود تسيليكسيوني سي بي يو وتشارجي كلشي خطره وحده. هنا نشوف واش كيعطينا شي ايرور ولا لا. الا دوزها مزيان عطى ايرور كيفما كنشوفو عطى ايرور يعني ما متشرجاتش السي بي يو كونفيغوراسيون ماتيريال ما تشرجاتش حيت درنا دي موديفيكاسيون في السي بي يو ديال لاكتيفاسيون ديال لي مونتو دو كادونس. دابا ان شاء الله ما يكون حتى ايرور كيفما كنشوفو الامور دازت مزيانه هما ما كاين حتى ايرور. سي بي يو يدوز الرام الموتور واقف ما كاين حتى كلينيوتمو ولكن لاحظتو لي بيت بانهم خدامين كي كلينيوتيو. قارنو معايا لا فريكونس باش كتكلينيوتي هادي حنا ما مكوموندي والو يعني السي بي يو هو اللي داير لنا هاد لوبسيون هادي. الام دي ديس حيت المونطيت الام دي ديس كيف ما كنا شفنا في الشيفشمو بان الام دي ديس انتيغري فيها يعني الام ديس راه بيت راه اوكتيت وسط من هاد من هاد الورد هاد من دوب الورد كياخد لي فالور ديسيمال ديالو اللي ما سوقناش فيه. نكتب الاي 0.0 هي اللي كديمار الموتور هما لي فريكونس. شوفوا معايا شوفوا ربعة ما كيقدرش ما كيقدوش السيميلاتور ما كيقدرش كي بالنسبه له راه شاعله ديما وهي اللي راه ما شاعلاش ديما راه كتبدل
نرضاه بالبينير جا هاد البيت هذا الشيء كيبقى الان كيبقى ديما عطي الان هو راه ما عطيش الان راه كيتبدل هو ولا ديما عاود عطي الزيرو ولا فريكونس هذيك كاينه موديل طالعه بزاف اللي هو السي بي ما قادرش انه يركع في جرافيك والاخر ما كتبانش ولكن بالنسبه لي سورتي راه عندك واحد بي دبليو في ام خارجه من تما لا فيديو اللي جايه ان شاء الله غنشوفوا حنا نصوبوا هاد جينيراتور د امبولسيون ونصوبوا بي تمبوريزاتور هي لا فيديو اللي غنحط لكم ان شاء الله من بعد يعني الفيديو اللي غتجي مورا هادي غن بان تمبوريزاتور غنقدو اننا نخدموا هاد السيستم هذا ونقدو بحال دابا هذا عندنا الفريكونس من 0.5 حتى دي هرتز نقدو حنا نكريو دي فريكونس اللي بغينا حنايا بلي تمبوريزاسيون اللي بغينا حنايا يعني يعني بلوبا د امبولسيون اللي حنا باغيين لاحظتوا دابا هنايا هي خدامه مزيان المومون اللي غنوقف غيرجعو كاملين زيرو ولكن لي مونطو راه كيتبدلو باش حنا نشوفوها نحيدو هادي الام 10 ام بي 10 نردوها بيت كيفما كنشوفو لي فريكونس هادي الفريكونس الثقيله راه حنا كنشوفوها مزيان حيت دي هرتز قادين اننا نشوفوها بالنسبه للسيس غاديه وكتزيد تصعب انت هابطه في 0.0 ما كنقدوش نشوفوها ميم سيماتور ما كتبانلوش ولكن هنا الا درنا انتراسور مثلا فاش غنوصلوا للسيس غنديروا ان غرافيك غنلقاو بان هادي راه فيها فارياسيون ديال 0.5 هرتز لا فيديو غتسلى هنا ان شاء الله كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم معايا وان شاء الله اللي جاي غيكون محسن أعانكم الله.